موسى يسبب أزمة بين محمد رمضان ومحمد سامي، ولهذا السبب لن يعمل سويا مرة أخرى. مسمار جديد في نعش العلاقة بين الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، والذي رفض إخراج مسلسل موسى أحدث مسلسلات الفنان محمد رمضان. فبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في الماراثون الدرامي الرمضاني السابق من خلال مسلسلهما البرنس، رفض المخرج محمد سامي إخراج مسلسل محمد رمضان الجديد، ولكن تلك لم تكن بداية الأزمة. الأزمة بين الثنائي بدأت في شهر يونيو 2020، وذلك عندما اعتذر المخرج محمد سامي عن المشاركة في مسلسل الإمبراطور، والذي من المفترض أن يجسد فيه الفنان محمد رمضان شخصية الفنان الراحل أحمد زكي. فبعد إعلان محمد رمضان عن مشاركة محمد سامي في المسلسل، فجاء المخرج محمد سامي الجميع بالاعتذار عن العمل. وكشف المخرج محمد سامي في مداخلة له ببرنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي إنه لن يقدم مسلسل الإمبراطور عن قصة حياة الفنان أحمد زكي في رمضان المقبل، وأكد أنه مرتبط بمسلسل جديد بعنوان نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، وذلك رغم إعلان رمضان عن تقديم المسلسل وارتباطه بالمخرج محمد سامي. وبحسب تقارير فإن الفنان محمد رمضان شعر بالغضب من محمد سامي، خاصة بعدما رفض الأخير المشاركة أيضا في مسلسل موسى، والذي سيشارك به الفنان محمد رمضان في الماراثون الدرامي المقبل. وأشارت التقارير أن الفنان محمد رمضان أكد أنه لن يعمل مع المخرج محمد سامي مرة أخرى، وأن تلك المواقف هي السبب في قراره. وما أكد تلك التقارير منشور كان قد كتبه الفنان محمد رمضان بالتزامن مع الإعلان عن مسلسله الجديد موسى. فقد أشاد النجم محمد رمضان بمخرج مسلسله الجديد موسى المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 المخرج محمد سلامة، مؤكدا أنه بعد مشاهدته مسلسل رحيم للفنان ياسر جلال تيقن أنه أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة. وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: بعد أن شاهدت المسلسل الناجح رحيم للنجم ياسر جلال، أيقنت أننا أمام مخرج واعد يستحق فرصة بحجم موهبته الكبيرة. وكان المخرج محمد سلامة مخرج مسلسل موسى للنجم محمد رمضان المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021 أعلن عن بدء العمل والاستعدادات لتصوير المسلسل الجديد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجي، للمنتج تامر مرسي.